سيدي نحن سعداء بتشريفكم بشرف زيارتكم، فأهلا بكم عطرا فواحا ينشر الشدى في كل الأرجاء، أهلا بكم قلما رقيا وقرارا سخيا طامعين من كربكم، وأهلا بكم فكرا مستشرقا للآفاق سيسدد خطواتك الزلف اللون مرحبا يسونس مرحبا مقراني ميثانس أصغي ورسما إن شاء الله ذوين الدوين الخير وبارك الله فيكم وعطيكم الصحة. تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. حيث أن البلدية استفادت من مشروعين، المشروع الأول على مستوى قرية أمزو والمشروع الثاني على مستوى قرية طزالي، أكثر من 9 ملايين دينار جزائري. مدة الإنجاز 3 أشهر، تعطلنا شوية، درنا له لاري، بقات له حوالي 10 ايام تاع خدمه. كاين توازن بين القرى ومملي سيكتور كاع مسيرة. بسم الله والصلاه على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا نرحب بالسيد ولي ولايه الطيب المحترم والوفد المرافق له، كما نرحب بممثل المجتمع المدني رئيس المجلس الشعب الولائي المحترم، كما نرحب برئيس الدائره المحترمه سوفي سوين رئيس محليه. وفي هذا اللقاء نعرض عليك سيد الولي المشاريع التي تم إنجازها على مستوى بلدية بني موحلية لسنة 2023 في مختلف قطاعاتها من أجل دفع عجلة التنمية على مستوى البلدية. في البداية نبدأ لك بسددت بلدية بني موحلية سنة 2020 ب 45 مليون و 200 استهلاك حوالي 19 مليون دينار جزائري، أي بمعدل 41.46%، وهذه هو طور الإنجاز. نبدأ بالمشروع إنجاز ملعب الرياضة الجوارية طاغور فوت 6 ثغمات. المشروع النسبة المادية راهي 80%. النسبة المالية لم يتم تسديد الفاتورة بعد، في انتظار المقاول استكمال المشروع من أجل إعداد الفاتورة، أي بنسبة 80%. عندنا مشروع نتاع إصلاح وتوسيع شبكة الصرف الصحي عبر قرى وحياء بلدية بني موحلية. لدي سيزيو عندها 4.8 ملايين دينار جزائرية، علما أن المشروع مستلم في 18 ديسمبر 2023 سواء ماديا. المشروع الذي زرتموه بعد قليل في قرية إغنيفوغال، مشروع طريق تزارين على مسافة 700 متر، الذي بلغ المبلغ المخصص له 9,557,000 دينار جزائري. والمشروع راه في طور الإنجاز، بلغت نسبة الإنجاز 70%، أما النسبة المالية راهو حوالي 35%.
عندنا مشروع ثاني الطريق على مسافة 1 كيلومتر في قرية أمزوق الذي هو في طور الإنجاز بمبلغ مالي مخصص له 11,987,000 أما النسبة المالية راهو في 32.98%. كما على كل حال عندنا سبع عمليات في إطار مخططات البلدية للتنمية بي سي دي. المشروع الملعب الجوارية بقرية تحفير، هذا المشروع استفدنا فيه في 2020، تم إنجازه حاليا في سنة 2020 وهذا إتمام له، يعني نورمالمون المشروع المرتقب باش تروح تشوفوه هذا هو المبلوع نتاع أحفير من أجل إتمام إنجاز هذا المشروع. تم الحصول على رخصة البرنامج مؤخرا من طرف مصالحكم، كما بالمناسبة نشكركم على هذا الدعم وهو على مستوى المراقب المالي وتم التأشيرة عليه. على كل حال سيكون الانطلاق مباشرة بعد نهاية من الشطر الأول، بالإضافة إلى تجديد الإنارة العمومية هذه على مستوى بلدية بني موحلية. المبلغ مخصص لهذا المشروع هو 100% مالي 100%، بالإضافة إلى مشروع هذا الربط البئران الجديدان الذي درناه في الاستعجال المليح في الظروف، كان هناك ظروف قاسية نوعا ما في فصل الصيف حول المياه، درنا استعجال مليح في إطار بي سي دي. على كل حال عطونا 150,000 دينار جزائري، المشروع مستلم على مستوى الورق المالي تم التأشيرة عليه من أجل تسديد فاتورة المقاول. بالاضافه الى مازال البي بي هو اكبر النسبه الماليه، مازال ما خدموش البروجي اللي رحت ليه اليوم دو. هذا باسكو مازال ما سلكناش البي بي هو اللي هز بزاف صوابط، اكبر نسبه ماليه راهي في البي بي. دوك حنا البلو خلصنا فيه سلكناه. هنا راك 40% 0% نزيد لك هذا نتاع هذا نتاع بجد ولايه، هذا تم استلام مؤخرا، تم هذا الفاتوره دفع الفاتوره الاولى، الفاتوره الاخيره وفقا للحق هي مستوى مصالح تقنيه من اجل تسديدها. بالاضافه الى هذا المشروع باستحداث المجلس الاستشاري للبلديه في اطار ديمقراطيه التشاركيه والمتكون من المجتمع المدني من الجمعيات التي تلح على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في التنمية المحلية وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية، وفي هذا السياق تم تسجيل لكل قرية حصة وفق طلباتهم والمقدر عددهم ب 11 حصة الموزعة على 5 مشاريع بمبلغ إجمالي يقدر ب 14,550,000 دينار جزائري. ونترك سيد رئيس المجلس الشعب البلدية حتى يقدم لك التوضيحات حول هذا على هذه ميزانية البلدية. المشاريع في إطار مسيو البريزيدون دو ريبوبليك سي داسوسي لا سوسيتي سيفيل انسي كو لي اسوسياسيون يعني عقلاء الغرى، حنا درنا سوتين اكسبيريونس، حنا ما نقولوش 100% ما عندها شرعيه فيما يخص الطلبات، لكن كانت سي تنسي ديزون كو اون ايسي لي امبليكي دافونتاج باش يكونوا تما باش يكونوا ميم مطلعين حتى على الوضع، وميم تكون فرصه مثلا يعرفوا كيف يكون التمويل، كيف يكون الانجاز، كيف يكون. دونك سيد الوليد دونك بيسك اون في لا بريزونطاسيون، حنا عندنا بعض الانشغالات ولا سي فون بيرميتي نحاولوا ما نكثروش عليك باسكو علاه؟ باسكو حنا سي اون ريجيو ايزولي دو ليكستريم دي فرونتيير سي اوني 130 كيلومتر شاف لي الولايه سيتيف. اللي تريبال بارك الله فيك. حنا حبينا نقولوا باللي ما تسحناش فرصه باش نتلاقاو مسؤول بطريقه مباشره بحضور المواطنين. دونك تلمو كاين الغياب هذا يكون تراكمات، سي بور سا كاين بزاف انشغالات نحاولوا قدر المستطاع نطرحوا لهذه الانشغالات. النقطه الاولى حبيت نهضر على
التمويل كرئيس بلدية راني مطلع على المجهودات تاع الدولة على مستوى المال على مستوى الرغبة لا فولونتي، وانا ثاني كممثل الشعب راني مطلع على طلبات وانشغالات الشعب. حبيت نقول برك باللي في لي ريجيو ايزولي كيما هادو كيما شفت سي دي تراكسيدونتي الجبال ساكوت ترو شير لي بروجي تاعنا ساكوت ترو شير ان سامبل روت دو 1 كيلومتر بارفوا كاين بلايص ساكوت حتى 2 مليار. دونك المجهود تاع الدولة كاين بصح تما في الميدان اون اريف با راترابي راترابي باغ اكزومبل لو روتار. دونك حنا الطلبات تاعنا تريح توجور سي دي بازيك لاسينيسمون الماء طريق اون اريف با غرامبي اون اريف با غرامبي دي اون ديمونسيون باغ اكزومبل ايكولوجيك دي بوتي لي بلاص بيبليك ما قدرناش. دونك حنا نلتمس مثلا نلتمس دوتر سورس دو فينونسمون كيكونوا مثلا باغ اكزومبل لي بي سي دي كاين لي غاليتون تر لي كومون حنا نطلبوا برك على في حدود الممكن يكونوا مصادر تمويل اضافيه مثلا في لاف سي سي ان اون بو اتر فافوريزي ان تي بو بارابور بارابور تما شويه بيست نقولها هاي خلاص اسيدي هذه النقطة النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا بروبليم دي فرونتيير لي ميتروف حنا ممثلين ولاية سطيف في هذه الجهة وحنا عندنا لا كونكورونس مع خوتنا في الجهة الأخرى بور لانستون بور لانستون الحمد لله اون دون اون بال ايماج دايور ميم الطريق تاع الولائي الطريق تاع الولائي كيطلعوا لتحت يقولوا لهم روحوا الطريق است وست تسمى باش تكون يعني الصوره وماتيار تنميه الحمد لله باغ اكزومبل نعطي لك اون ماتيار دينيرجي افيك لي دو بروجي نوفو تاع ليكتريسيتي الغاز حنا نوصلوا حتى 99.99% بقاو بعض الديار اللي عندهم دي بروبليم تكنيك دونك وي سي تاني فور انورم سي تاني فور انورم دايور كي نشوفوا في الجهه تاع 06 كاين دي شاف اليو تاع الدايره تاع البلديه ما عندهمش الغاز غاز دفيل دونك هذا سوا اعتراف يعني تسمى كاين كاين مجهود والمشكل كي سبوز او نيفو دي فرونتيير بارفوا كاين دي دونجي ايمينو سور لا في دي سيتوايان. حنا عندنا هنا ظاهره تاع الحرائق وحنا عندنا حدود تتداخل مع بلديه برباش المشكل وين المشكل كي تكون الحريق سابوز بروبليم تاع الصلاحيه. العام اللي فات مول العام اللي فات مدام صرات لنا هنا حتى وصلت حتى لهنايا دونك لي بومبي تاع سطيف ريحوا لهنايا لي بومبي تاع الجايه ريحوا لتحت هما يهضروا اسك التريتوار تاعنا ماشي تاعنا دونك سي تان بروبليم. نزيد ان اوتر بروبليم حنا عندنا توت لون دو لا روت سي دوبليو 45 اللي هي الحدود كاين تداخل عندنا دي كارتي جدد سي دي سيتوايان تاع بني محلي ريزيدون بني محلي يقراوا بني محلي عندهم ترابي بني محلي مي الصيغه القانونيه للتراب تاعهم ما يتبع البرباشه. البرباشه ما تقدرش ديرهم دي بروجي يقول لك سي با نو سيتوايان يقول لك سي با نو سيتوايان وحنا اون بو با انجاجي دي بروجي باغ اكزومبل سور ان تيريتوار اكسترن. حنا واش نلتمسوا اذا كاين هناك امكانيه تكون ان كوميسيون ميكست سواء اون نيفو دي والي اون نيفو دي دايره ولا دي ديريكسيون اون فا تريتي لا بروبليماتيك هذه سورتو 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 كي يكون ان دونجي ايمينون كي يكون حريق نورمالمون يكون عندنا خطوه استباقيه بارابول لا التروازيام بوان سيد الوالي فيما يخص الكاداس يعني نقولوها بكل صراحه باسكو المواطنين يجينا سي تي كاتاستروف سي تي كاتاستروف الا رولونتي ميم التنميه عندنا الفلاحين الارض تاع ابو الجد الاب والجد بصح دوكا ماركيه في المجهول في التنميه تما كاين تعطيل صراحه كاين تعطيل باسكو عايش سي تان في نورمال سي تو لو موند 95% كاع مجهول ومن بعد لي بروسيدور حنا قرينا في عطاونا دي بروسيدور هكذا من المستحيل حنا كاين سي ريجيو ايزولي وحنا عندنا الاعراف نامنوا باللي جدك خلى لك جدي خلى لي تما اون سانتيريس با فريمون او بابي ودوكا كي ولات لازمك اون جيستيفيكاسيون سا بوزي ان بروبليم. حنا على بالنا سي با اون نيفو برك تاع الوالي ولا مي نلتمسوا اذا كان هناك امكانيه اعاده النظر في صلو في بليزي بقى لي سوجي اسيد الوالي ولا سي بوسيبل نهضرك بالعاطفه نخليو المنطقه كوتير باسكو المونتي اكور فريمون معليش راك مطلع عليه باسكو كي قلت لي في هذاك النهار في هذا على بال هو هي راهي هو على بال تكلم عليها نقول لك افيك فروش فيريتي لو جور او تي انونسي المسابقه تاع البيئه هنا صراحه جاتني بول دينيرجي باش نعيط من داخل الصال نقول اونفا ان ريسبونسابل دو فوتر رون اي سانتيريس ليجيان اي سانتيريس الى المحيط اي سانتيريس حوايج هذو باسكو علاه ورا هذاك الكارنيه
درنا بروجي لو برومي جو دو نوتر انستالاسيون اون ابري ديجا سي تري بروبر فوالا حنا حبينا حدينا نديرو زياده اون في ان بروجي il y a des bon l'étude de scientifique il y a des compétences il y a des propositions et ce qu'on fait le, ce qu'on fait mal vraiment c'est qu'il n'y a pas eu réaction c'est quelque chose il n'y a pas eu réaction on a sollicité le Wally précédent le deuxième Wally précédent on est en train de solliciter le troisième Wally on a sollicité les directions il n'y a aucune réaction jamais 203 ah ah خلاص خلاص ومن بعد المشكله لو كون دور اللي تلقيناه لو جور وكاين الديستريبيسيون دي كاميون دانتا سوس هذوك تاع ناس ولي باك اه هذا تدي هذا 6 سنتيم واليش كيف كي داروا لا ديستريبيسيون سايتين ديسيبسيون سوف قلنا على الاقل على الاقل باسكو عندنا مشروع يديرونا ان جيست باسكو علاه توتي بري كاين لا فولونتي كاين لينيرجي كاين دو سافوار فير كاين ميم دي زانتيسيدون سور لو بلون سافي دير هيستوريك حنا لي فيلاج تاعنا بكري عندهم ان سيستيم دو ريسيكلاج عندهم ان سيستيم اون فو رونوي ميم ديليا مالوروزمون مالوروزمون الكاميو هذا اللي نهضروا عليه سي لا بيس ماتريس دو بروجي الا قدرنا ما اون با كوليكتيف دي ديشي اون با ساميليوري حدا حنا حبينا نروحوا ملم حتى انا نجمع لي ديشي انا نجي معاهم نخربش في 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 البواد نتاعهم نقول لهم فوالا الفو سيباري لو بلاستيك الفو بصح البروبليم ما كفاناش انا حبيت ندير لك التماس اوتونك جون اوتونك حنا في الجزائر الجديده عندنا ثقه فيكم وفي لي اون شونس حنا حبينا تعطيونا اون شونس كي نشوف روحنا في الجزائر الجديده تبان لنا اون اوفر دروا سات شونس حنا ما طلبناش الموحد طلبنا ان كاميو عندنا اون كونفونسيون دو 3 مليون دي دينار لو كان يتكرم علينا السيد الوالي يهزونا اون شارج هذه نكون بيرسونال نكون اسعد رئيس بلديه على مستوى ولايه سطيف ومام طون السعاده هذه الفا افيكتي لي زوطر دونك حنا نلتمسوا ولا كاين جمله تقدر تحرك المشاعر تاعك يا سيدي الوالي نقدر نقولها نقدر ها هو عندك يا سيدي الوالي عندك انسان باسكو علاه انا تحت لي فرصه والي بمقام والي ممثل لرئيس الجمهوريه راه على راس الهيئه التنفيذيه عنده انا على بالي عنده خلفيه ايكولوجيه باسكو هي باينه عنده خلفيه ايكولوجيه انسان تيرس وحنا كشباب ك المشاعر تاعك اللي مشيت ها يا اخي المهم بارك الله فيك انا على بالي والله معليش نزيد هذا باسكو انا بحكم قريت صحافه دونك عندي خلفيه باريزونت للصوره كي جاو كي جيت لاستالاسيو تاعك افيك لي فيزيت اللي درتهم قالوا لي واش طلب الوالي قلت له نطلب منه حاجه واحده برك يستمع سمعتي فرصه باش نهضر قلت له واش طلب قلت له يسوفي جوست يستمع وقلت له الهيئه تاعو طريقه الوقوف طريقه الحوار هو انسان يستمع قلت لهم اهم شيء حتى والله ما يقضيكش حاجه لي سوسيال تا 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 كيما يقولوا تا ديشارجي او موا على الاقل يريح قلبك برد قلبك ها برد قلبك المهم جو ريميرسي انفينيمون وعلى بالي الميساج وصل ودوكا عندنا تدخلين او ثلاثه واحد مرتبط بالشباب واحد مرتبط بالفلاحه يعطيو لك انشغالات يعني تاع دقيقه دير طوري دقيقه دير روح الشيخ العربي اجي ندير لك ادير لك الشيخ هذا سي تان بروفيسور يونيفرسيتير اللي فا بارلي اون نون دو لا جونيس يعطيك شويه هكا تفضل السلام عليكم سي مسيو تمني شو شيرشر اون ايفون دو يونيفرسيتي دونك جو سوي لا بور ستيف ولا جاي جي في مون باركور سيتيف اي جو سوي اتاف طرف واحد طرف Donc aujourd'hui, je voulais soulever un tout petit problème, c'est que concernant les infrastructures dédiées à la jeunesse. Ouais. Donc là, nous voulons faire rentrer une politique de l'entrepreneuriat pour nos jeunes. Donc c'est une projection de l'université par rapport au monde socio-économique. À votre information, nous disposons de plus de 75% de la jeunesse. Mais pour enrichir la démarche de la création de l'entrepreneuriat, nous voulons avoir des endroits dédiés à ce genre de formation. Donc, on a la salle polyvalente à l'IFG et nous avons la maison jeune
aucune structuration. Donc c'est aucune structure تبع لي دي جيس. La maison de jeunes n'existe. Ma cash. Non non. C'est la seule commune qui n'a pas de maison de jeunes. Même aucune structure تبع لي دي جيس au niveau de. Donc la dimension, c'est beaucoup plus faire rentrer les différentes activités pour la jeunesse. Et je profite par l'occasion de souhaiter la bienvenue encore une fois. Et merci pour l'organisation de notre PEPS. Donc pour la commune, donc ils ont bénéficié d'une maison de jeunes. Non, mais inscrite. C'est bien sûr. Donc elle a été inscrite en 2013-2014. Pour les ballons, c'est pas. Pour nous, c'est une maison de jeunes. Malheureusement, elle a été touchée par le gel. Mais à partir de 2024, Ramdou il le gel. Déjà, nous avons 4 structures qui ont été dégelées. Et la priorité, la deuxième vague, c'est Pnimoy. Il y a honnêtement. Le terrain existe, le terrain. Le choix de terrain, normalement, quel est le terrain? Donc, 2024, ils ont déjà dégelé 4 structures d'autres communes. Et Pnimoy est parmi les priorités. Inch'Allah, en 2024, nous aurons une maison de jeunes. Une maison jeune, c'est un terrain de proximité. La décision vous revient, monsieur Loué. Les TSP, les Mouhlia, les dépourvus. Ils ont d'ailleurs sur PCD. Pour donner une occasion pour les jeunes, parce qu'on ne peut pas attendre. C'est très important. On a chaque stade pour chaque village. Parce qu'à part le stade, il n'y a pas un lieu par exemple pour s'exprimer. Où il dit on avance. Parce qu'à l'heure, on commence avec le chef lieu, on va. Déjà. Il existe des terrains de proximité. Quinze jours. Ça. Dans le cadre PC. On a fait un choix dur. تسمى لجنة استعداد شغل مضرارة وصراحة نقول لك صراحة سيد الوالي في لي زاني 95 في الكونتاكت تاع البلاد كيف عاشت وهذاك كنا روتار إينور بصح باش نكون منصفين قلت لك كاين جهودات في لوبون ليجي باغ إكزومبل أنا سانسير مو كنت ما قبلهاش باللي يجي نهار يكون انجزت فيل اللي ياخذ بزاف ياخذ 3 ملايين منين يجيب 30 مليون دولار في أنا في 73 جيب له من هنا 40 مليون لازم نبيع الدار هذه انت حابش نخلص ماذا بك السيد الوالي دخلت في هذا لما نتدرش راك تشوف المنطقة الناس ما كانش الناس رايحة صرافة في الشكارة تاع الحليب وخمسة. الشيخ العربي هو الشيخ العربي باش نبريزونتي الأستاذ هذا هو العنوان تاعو مدير ابتدائي كان أستاذ مدير ابتدائية وفي اللحن الصف الأول هو لا بري أون شارج يدير بعض الانشغالات في المدرسة. أزوف لوان المس الوالية زون ستيف إلى بهذا جدا يبيك نبدأ الحرمة مس سلويت الدائرة مس سلويت حيوان كرامي نبدأ الحرمة مرحبا سوان أزوف سوان غرفي وانت النعم مس مسان نبدأ الحرمة يلي وانس يسميس
ذي سر أم قرآن أكن نليق روان السيام سر سر مغوان ثيرزان يلهان دروك نترجمه كي تلقيه دروك نترجمه لك عندكم الوقت على بال سير زي الهان تينار ديوين احنا تينار ديوين سنقمو اثغيوان تنمو نقرس قبيلي دنا كليا سو طريفوس غرضية نقرد غنين أخام دخام يوان تنمرف دروك نترجمه سيد الوالي سادة المديرين بعد الوفد المرافق له سيدة شرف دايرة رئيسة الدايرة سيد رئيس المجلس الشعبي جميع الضيوف والمرافقين لسيد الوالي مرحبا بكم عندنا لنا شرف كبير ان نكون معكم ودار داركم والبلدية بلدية تاكم نتمنى هذه الزيارة جبنة تنمية ريفية بما تستحق هذه البلدية كما تعرفون انها بلدية أبعد بلدي على مستوى الاستيف منطقة جبلية لها خصوصيتها من جميع النواحي. ما ترى ما دعت دعي ولا نسعيشني في اللحن نتموت فيه بسم الله الحاجة الأولى إعادة تهيئة المسالك الفلاحية عرفنا المنطقة هذه الحرائق أيدت بأش مالوريزمون صافي عام وحنا نرونيو درنا استشاره عاودنا سي انتروشكي تما محافظة غطاقة قلنا 105 كيلومتر رفع التجميل بعد كي خيرنا لابيست النقطة الثانية إيجاد صيغة لدعم فلاح المنطقة لما لا هي من خصوصية تختلف عن المناطق الأخرى من حيث التضاريس إلى آخره مثلا برنامج دعم الفلاحة الجبلية هذا على سبيل إنجاز مثلا من بين الحلول كذلك اللي يحتاجها الفلاح تاع المنطقة إنجاز أحواض مائية للسقي بطرق عصرية مثل التقطير إلى آخره وسيد رئيس الدائرة عانت معنا العام اللي فات على المشكل تاع الماء هكذا دونك نديروا السيستم تاع البوتاغوت و كذلك ليكن في علمكم ان الفلاحين المنطقه هذا العام درنا اكتفاء ذاتي للبلديه من حيث الخضر والفواكه الموسميه وحتى وصلنا وين قدمنا للبلديات المجاوره من حيث الكميه والجوده اذا حياك ربي العام الجاي ان شاء الله نجيب لك الجوده ان شاء الله نشوفها الى حيانا ربي ان شاء الله توفير كذلك الكهرباء في الحياة سيد الوالي ستان جران 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 بروبلام فريمون فوالا ستان جران بروبلام الفلاح تاعنا يعانيو يجيبوا الالكتريسيتي اللي ترشر هكذا والدولة اعطت على بالنا اعطت اهميه كبيره للكهرباء الفلاح لكن احنا لا حول ولا قوه للفلاح تاع المنطقه معليش كاين برنامج تاع الكهرباء الفلاحية عند الفلاحين وكاين مشكلة عندنا برك في البروسيسيون سيد تعاونونا في البروسيسيون كيفاش نشوفو لا سي فري البلدية استفادت من برنامج مع برنامج سليم صحيح من بعد حنا عندنا وجهين كاين في الجهة هذه هادو كاين كاين عليهم بروبليم يعني واحد في المزارع عندنا هاد الجهه هادي سا بوز توجور ان بروبليم تاع لي فونتيير سي توجور ميم بروبليم باسكو حتى عند سي دي لي سي باسكو انا خلاص سي دي لي نزيد على القاموس تاع نزيد على القاموس تاع نظرا كذلك هناك نظرا لاهميه المسالك الفلاحيه المنجزه اقول المنجزه اللي اعطت ثمار حيث هناك وين كاين المسالك بزاف اشجار تاع الزيتون والتين وحتى تاع الجاري الى اخره
فدونك نتمنى ديرونا كذلك تفتحونا مسالك واحد اخرين للحفاظ على ما تبقى من اشجار الزيتون والتين والنحل، كذلك تخفيف تخفيف اجراء حفر الابار من طرف السلطات المعنيه. على بالك حنا توجور البروبليم تاع الماء، حنا فلاحين ما عندناش الماء، ما عندناش لوزين، ما عندناش مصالح. إنجاز ملعب الرياضة الجوارية بقرية أحفير. بقرية أحفير قلنا مبلغ مخصص له من طرف مصالحكم يقدر ب 5 ملايين و 440 ألف دينار جزائري. أين تمكن هذا؟ عنده شوية بعض المشاكل باسكو رخصة البرنامج كانت في 2020 وبعد نظرا لظروف طبيعية متمثلة في أشغال السطاح لم نتمكن من مباشرة نروحوا للمشروع تاع إتمام إنجاز، إتمام إنجاز ملعب رياضة الجوارية قرية التحفير هذا. أشوف مو هو قلت كما قلت لك مقبلة تم التشهير عليه من طرف المصالح الرقابة المراقبة المالية. رخصة البرنامج نتاعو تقدر ب 4 ملايين و 72 ألف و 500 دينار جزائرية. مدة الإنتاج نتاع مدة الإنجاز تقدر ب 45 على باس فيش تكنيك كان في 2020 وعندنا مشكل تاع التسطيح باسكو نوعي ماشي تاخر درنا بيجي كومينال بليزيور فوا بور لا درنا تروازيام تروا فوا. سيدي الوالي هذا مشروع فرعون هذا سعرو في لي فورد ليطا يعني ما كيبداو في تيراس مون 2020 يعني نشاو في تيراس مون بعد فقط البلاصات مش شغل خساره هكاك. وسيد الوالي حتى وصلوا قال لك واقيلا كاين الحديد ماشي كيما غارج بلاد بصح تما يعني اللي يدير ومن بعد دوكا لي فيلاجوا هو سي بلي فور ديتا قال لك اون فا سامبليكي ما يكونش برك ان ستاد كيما قلت انت افيك 9 مليون ستاد بروكسيم افيك 9 مليون قال لك نعطيو له اون ديمونسيون فاست زيدوا ان ماناج بور لي بيزونفون زيدوا تيماتيكو باسكو عطوا لك كاين بزاف وكان كنا عندنا هنا ما نديرو ان تيرابول ليفيو يكون متنافس للشباب يتما يعني كما قلت في احد الخرجه تاعكم ماشي خساره في الشعب حتى وين كان هكا ماشي خساره في الشعب وان شاء الله تعاود تولي يكون مام هما عندهم افكار يعني ابداعيه قال لك راك تشوف تما تقدر تقول منطقه سياحيه هذا سيرفيتمون ويكون تورنوا يكون لي سبيكتاتور ان شاء الله يعطيك صحة سيد الوالي. أرواح ريبريزونتو دو فيلاج هو أستاذ في المتوسطة. تفضل مرحبا بكم السيد رئيس الوادي، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوفد المرافق، السيد رئيس الدائرة. مرحبا بكم قريتنا قرية أحفير أكبر قرية في قرية مضيافة، أول خطرة يجينا ضيف بحجم الوالي القرية هذه، هذا حدث تاريخي، رانا مسجد مسرورين بالزيارة تاعك، وهذا يدل على شيء أنه يدل على مدى حرصكم للتقرب أكثر فأكثر للمواطن، ومدى حرصكم لانشغالات المواطنين في الجزائر العميقة. وحنا حابين نستغلوا هذه الفرصة باش نطرحوا لكم بعض الانشغالات. الانشغال الأول أنه أنتم السيد الوالي والوفد المرافق كي جيتوا للملعب الجواري تاعنا عقبتوا على الطريق مسافة قصيرة 800 متر 700 متر احنا نحتاجوا لتعبيد هذاك الطريق طريق اللي يؤدي إلى المتنفس الواحد لأهل القرية 800 متر
800 متر. حنا نحتاجوا الى هذا الطريق، يعد اولوياتنا في هذه القريه، خاطرش هذا المكان هذا ان شاء الله يولي مكان سياحي، ولا احنا راحين نستثمروا كاع واش عندنا في هذا المكان هذا ان شاء الله. من فضلكم سيد الوالي، خذوا بعين الاعتبار هذه النقطه. عندنا نقطة ثانية، المكان هذا راكم تشوفوا فيه جد واسع الحمد لله. هذا المكان هذا شريناه دراهم القرية، دراهم الناس تاعها، لمينا مع بعضياتنا كل واحد مدوش عنده باش شرينا هذه البلاصة هذه، سقابت لنا بزاف. وبعد احنا درنا دوموندينا الماتيكو هذا، كثر خير الدولة ورئيس البلدية ورئيس الدائرة والولاية. بصح عندنا مساحات، لا احنا حابين نخلقوا مساحات اخرى، كما احنا عندنا كلوب سبورتيف تاع النساء تاع الفولي كرة الطائرة، حابين يمارسوا هذه الرياضة في هذه البلاصة هذه. وبعدها ما كانش وين يمارسوها، لو كان يعني تاخذوا بعين الاعتبار سورتو هذه الشريحة تاع النساء وفي البلاصة هذه الجبلية هذه. عندنا مساحة هنا تقدر تزيدوا لنا هذا البلاصة ان شاء الله. سورتو النساء في هذه البلاصة هذه جبلية ما عندها وين تخرج، ما تسمى فاميليار. فوالا فاميليار. هذا اقتراح فوالا. عندنا لو تروازيام بوان هو في البلاصه هذه كما تجيتو، البلاصه هذه شغل استثمرنا كل شيء فيها. عندنا 1600 شجره غرسنا هذه تاع الزيتون. عندنا 1600 شجره تاع الزيتون، والتعاون تاع اهل القريه والتكافل تاعنا والاخر. بس عندنا مشكل واحد هو انه ما قدرناش نوفروا المياه للبلاصه هذه. وبعدها المياه كاينه تحت، لازم نحفروا بئر، اذا تقدر تدير لنا ترخيص ولا تدير لنا بئر بلاصه شهري. والبئر هذاك نستغلوه ثاني ونجيبوا لنا. وحنا عندنا عندنا مكان بلديه جبنا طالب، انا اليوم جبت 11 متر. اما زرفكم وبين ما ايوا ما عندكش بيستو جرتيش. قلت لك استغلوا الماء، قلت لكم سيد الوالي استغلوا. سكنت لنا ورا. سكنت ورا. راهو من فوق. بعد. وبعد احنا هذا ما كاين الماء. ما كاين الماء. كاين الماء هنا. ايتود هيدروليك. بصح اليوم راه عندهم 50 تفريط تاع حق. سيد الوالي كما دخلتوا الطريق اللي تدي لهنا كاين ثم يوصل لدوسوا قاعد علاج. هذيك قاعد العلاج عندها 30 سنة، هي خارج الخدمة. عندها 30 سنة هي خارج الخدمة من 1990. هي ما تقدم ما والو، قاعدة هكذا. سان دو سوان. بلا ولا كذا. ديكراتي. ما خارج الخدمة. مش كاع يا بارتي. حنا لو تشرفتوا السيد الوالي قوموا بإعادة تهيئة قاعة العلاج باش تولي الخدمة تاعها. ولا على الاقل تحولوها للبيت بيت شباب ولا باش نستفادوا منها حنا شباب واهل القريه. حبيتها كلها حنا اون برانسيب نحبوا صادو قاعه علاج. اذا ما قدرتوش نحولوها للبيت شباب. بصح والفوق ثم كان في الطريق في الدخل. انا باش نشوف هاكا اذا كان الميدسان كي بريمي سي با لابان ندير نصل لسوا ما كاينش طبيب انفيرمي ولا و لو سانكيام بوان هو السيد الوالي قدام لاصادوس هذه كاين فرع اداري. الفرع الاداري هذاك هو يخدم والاخر. بصح المشكل تاعنا هو لا فيبر اوبتيك، ما عندناش لا فيبر اوبتيك.
والمشكل تما ما قدروش نخرجوا ليكستير ديسونس ولا الاخر تاع واحد زايد في بوعنداز ولا في بجايه ولا يوم الله هنا برك صافي حتى لافيد وهذا هو المشكل تاعنا. السيد الوالي واش نقول لك الملعب الجواري هنا باش يترياليزا الحمد لله جانا المقاول هذا ربي يحفظه والله غير راهو خدام صباح وعشيه وراه معنا والله غير انسان خدام ربي يحفظه وربي يعاونه وعلى بها ما تبينا احنا كي شفنا الراجل خدام والاخر حبيت نزيدوا لنا مشاريع لهنا باش يزيد يعاوننا ايوا هو راهو يعاون فينا وحنا هذيك ربي يحفظكم ربي يحفظكم سيد الوالي شكرا على الزياره وان شاء الله ندعوكم الى زيارتنا مره اخرى عند تدشين هذا الملعب الجوي ان شاء الله باش نزيد كما حضرتني هذا برك وهذا كاسيدي واش كاسيدي واش المودرنيزاسيون مازال فاليداسيون تاع الجامعه لا ما كاينش غير ماشي انا الفوق فوق 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 مع الدخله في الدخله كيما دخلنا كاين بروغرام بول روليا كاين بروغرام دو موديرنيزاسيون حبيت ندير اتفاق معاهم برك على المال هما غرسوا 1600 شجره تاع زيت دونك احنا نعاونوهم زيتون با اه اون فاسون بونجور زيتون نعاونوهم كي يبداو يجنيو في زيتون كيكبر هذاك نحبسوا لي سوبونسيون ومن بعد هما اللي يعاونوا هاي ديروا اتفاق على العال كيما ان شاء الله هاي بارك الله فيك يعطيكم الصحه شكرا ندعوكم الى تناول اكسس المنتجات الخليديه تاعك طبيعيه المهم ولا بعثي لي ولا ما لحقوش عليه